أهلا بكم. أخصص حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر للعمل الإنساني والإغاثي في ضوء كارثة زلزال سوريا وتركيا، كما سننتهز المناسبة لتسليط الضوء على الوضع في أوكرانيا مع مرور سنة على اندلاع الحرب فيها، وأيضا على الوضع في أفغانستان وفلسطين. أستضيف في الجزء الأكبر من هذه الحلقة نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيه ورئيس صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف ستوسيبي. أنا منتهى الرمحي، أحييكم أينما كنتم من العربية. هذا البعد الآخر. واسمحوا لي أن أرحب بنائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد جيل كاربونيه. أهلا بك معنا ضيف في الاستوديو في البعد الآخر. واسمح لي أن أبدأ معك بالسؤال عن تعاملكم مع زلزال وكارثة سوريا تركيا. أين تضعون هذا الزلزال في الكوارث الطبيعية؟ الأوضاع هي كارثة بيتم معنى الكلمة. طبعا نحن نتعاطف مع الضحايا والناجين وأسرهم. ما قمنا به كلجنة دولية للصليب الأحمر هو الاستجابة فورا يوم الاثنين الماضي قبل أسبوع من خلال تقديم المساعدات الطبية للمستشفى في حلب، وكذلك الأفرشة والبطانيات للناجين، وكذلك تقديم المياه والمستلزمات الأساسية. نتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفي تركيا، فإن الهلال الأحمر التركي هو في مقدمة الاستجابة الإنسانية. هل هناك أي أولويات في حسب المنطقة الجغرافية في سوريا أو في تركيا؟ كيف تتعاملون مع هذه الأزمة؟ يعني شرحت لنا حضرتك كيف هب الصليب الأحمر منذ اليوم الثاني للكارثة للملاحقة، لكن هل هناك أي أولويات؟ أولويتنا هي إنقاذ الحياة فورا وتخفيف المعاناة، ولكن ما نعلمه هو أنه في سوريا هذه الأزمة جاءت لتنضم إلى أزمتين متواجدتين منذ سنوات. حاولنا أن نوفر الحماية ونساعد المجتمعات في سوريا بسبب الصراع وقد تضررت من ذلك، وكذلك بتردي الاقتصاد وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية. نرى أن نصف الإمدادات المياه لا تعمل جيدا، وفي ديسمبر تفشى وباء الكوليرا. إذن نحن نسعى لتجنب تفشي لوباء الكوليرا من جديد من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وكذلك مستلزمات النظافة. ما نركز عليه هو أنه حتى قبل الزلزال قدرة المجتمع على الصمود كانت ضعيفة للغاية، والاحتياجات الأساسية كانت على شفاء الانهيار، وبالتالي هذه أزمة جاءت لتفاقم أزمات أخرى وتضع سبل العيش للمجتمعات في وضع بالغ الصعوبة. صحيح، الأزمة السياسية الكبيرة في سوريا إلى أي مدى تعطل عملكم كعمل إنساني وعمل إغاثي، سواء في موضوع الزلزال أو موضوع الكوليرا أو موضوع المشردين والمهجرين والنازحين من بيوتهم؟ كيف تقومون بعملكم في ظل وجود هذا الصراع الداخلي السوري؟ لدينا المئات من الزملاء الذين يعملون في سوريا وقد عملوا هناك على مدى السنوات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السوري، وفي الوقت ذاته في ظل الأوضاع الراهنة نرى أنه أمر أساسي أن لا يتم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كأداة حتى يستطيع المحتاجون في أي مكان كانوا من تلقي المساعدات الضرورية. إذن نحن تعاوننا مع كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان توفير المساعدات. وينبغي أن أقول أيضا أننا شاهدنا تضامنا عالميا على نطاق واسع. الحقيقة سيد جيل، لستم الوحيدون الذين يطالبون بضرورة عدم تسييس العمل الإغاثي والإنساني، لكن في سوريا واضح أنه تسيس، يعني كان في تعطيل من كل الجهات لوصول العمليات الإنقاذ. كيف بتواجهوا هذه الأزمة؟ كيف بتحلوها؟
نحن منظمة إنسانية وبالتالي لا نخوض في أي اعتبارات أو جدل سياسي. نحن ما نقوم به هو تقديم المساعدات الإنسانية، وفي الأوضاع التي يحتاج فيها الناس الوصول إلى مساعدات حيوية نقوم بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان تسليم المساعدات، وهذا ما نقوم به في الوقت الراهن. رئيسنا زار سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، ونحن نتعاون مع كافة الأطراف على أساس هذا المبدأ الإنساني الذي ينبغي للأطفال والنساء والكبار السن أن يحصلوا على المساعدات التي هم بأمس الحاجة لها، ولدينا الوسائل للقيام بذلك، ونرى هذا السخاء الكبير في العالم، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الراهن. لا شك بأنكم تقومون بما تستطيعون في حل هذه الأزمة الإنسانية والإغاثية، لا أقصد الأزمة السياسية، لكن عندما تقول بأنه رئيس صليب الأحمر كان في سوريا، كان في جهة النظام السوري ولا في جهة المعارضة السورية؟ وإذا ذهبت مساعدات للنظام السوري يقال بأنها لا تذهب للمعارضة، والعكس صحيح. من هنا تأتي هذه الأزمة في إغاثة المنكوبين. رئيستنا في الواقع زارت الكثير من المناطق في سوريا وقد تعاونت مع السلطات، وما نلاحظه هو أننا نحاول بأنفسنا تقييم الاحتياجات على الأرض، وعلى هذا الأساس نقدم استجابة، لكننا متواجدون هناك أيضا. أشرت إلى المساعدة التي قدمناها لمستشفى حلب، لا نقوم بذلك مرة واحدة، وإنما نعود إلى المستشفى لنتأكد من المساعدات وصلت إلى المحتاجين إليها من المصابين، ومن أجل ذلك نحتاج للوصول، وهذا دائما ما نناقشه مع كافة الأطراف ذات العلاقة حتى نحصل على الوصول لتقديم المساعدات لمن يحتاج إليها. يعني تستطيعون برغم العراقيل أن تقدموا مساعدات هناك. أثار هذا الزلزال في سوريا وتركيا، هل تتوقع أنه ستنتهي في المستقبل القريب بناء على خبرتكم وتجربتكم؟ يعني أعتقد أن ثمة سخاء وكرم عالمي بشأن الأوضاع في سوريا، وهذا أمر مهم لأنه ما شاهدناه العام الماضي هو الكثير من الاهتمام بالأوضاع في أوكرانيا، وأحيانا سجلنا ربما اهتمام أقل بشأن الاستجابة للأوضاع في سوريا وأفغانستان وأفريقيا، ومن المهم حشد المجتمع الدولي في هذه الظروف حتى لا يتم تجاهل احتياجات أشخاص هم في أمس الحاجة إليها عندما تغيب وسائل الإعلام عنه. وما يحدث الآن هو أننا نستطيع أن نسلط الضوء على الحاجة للاستثمار في الحفاظ على أنظمة المياه صالحة للشرب وشبكات الكهرباء والقطاع الصحي في الحالة جيدة للملايين من السوريين، وهذه فرصة لإعادة توجيه هذا النداء وللقول إن هذا ما عملنا عليه خلال السنوات الماضية. هناك حاجة للمزيد، لأننا نرى أن الكثير من الأنظمة هي على حافة الانهيار. هذا على المستوى العام، يعني المنظور العام لكيفية إنقاذ السكان في سوريا، المواطنين السوريين. الآن مع الزلزال رأينا صور كثيرة ترددت، أطفال فقدوا أهلهم، أطفال أصبحوا مشردين بلا مأوى بلا مكان. هل لديكم أي خطة لهذا الملف؟ نعم لدينا خطة بهذا الصدد. نحاول مساعدة الأطفال ولا سيما الأطفال الذين فقدوا أهليهم باعتبار ذلك أولوية، لأنهم في أوضاع هشة للغاية. نعمل كذلك بالتعاون مع المتطوعين على الأرض من خلال الهلال الأحمر السوري، ولكن نرى أيضا أن هناك مفقودون. أحيانا الآباء والأمهات وكذلك الأطفال يكونون مفقودين، ويمكن للأسر أن تتصل بمكتبنا وتقدم طلبا لتعقب هؤلاء المفقودين، ونبذل قصارى جهدنا بتعاون مع الشركاء لإعطاء أجوبة على هذه الأسئلة. تتصورين مدى الألم الذي يشعر به أولئك الذين يفقدون أحباءهم، ونحاول أن نلم شتات الأسر المشتتة. هذه الكارثة الطبيعية الحقيقة أخذت الأضواء على المستوى الإخباري من كارثة أخرى تقع في العالم الآن، الحرب في أوكرانيا. مر سنة على هذه الحرب، ما هو تقييمكم للوضع الإنساني هناك؟
أو في ظل هذه الحرب؟ أعتقد أنه عندما تنظرين إلى أوكرانيا الأرقام تتحدث عن نفسها. لدينا 8 ملايين أوكراني لجأوا إلى الخارج وحوالي 6 ملايين نزحوا من ديارهم، وهناك حوالي 17 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا. الوضع بالغ الصعوبة. نحن متواجدون هناك، نتعاون أيضا مع الصليب الأحمر الأوكراني، وهناك أمر مهم للغاية حتى يتم التخفيف من المعاناة، وهو احترام القانون الإنساني الدولي، الاتفاقيات جنيف التي تحمي العمل الإنساني يجب أن تسري، وينبغي احترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحن مفوضون للدفاع والمطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، وهذا هو السبب الذي جعلنا نتعاون مع السلطات في أوكرانيا وكذلك في روسيا بشأن ضرورة التقيد بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وكذلك البنية التحتية المدنية، علاوة على حماية السجناء الحرب أو المعتقلين من المدنيين. هل هناك أولويات محددة بالنسبة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا بالنسبة لكم؟ يعني شيء يكون في القمة، يعني تحاولون حله أول الأشياء. كانت لدينا أولوية خلال فصل الشتاء الراهن، ألا وهي ضمان أن أكثر الناس ضعفا يكون لديهم مأوى وسبل الحصول على التدفئة في شهري يناير وفبراير. ولكن لدينا أولويات أخرى، ألا وهي تقديم الدعم فيما يتعلق بمساعدة البلديات لتقديم المياه الصالحة للشرب والكهرباء للمستشفيات حتى تواصل هذه الأنظمة عملها. هذه أولوية عملنا عليها بتعاون مع البلديات والسلطات المسؤولة، وهناك مسؤولية أخرى ألا وهي تعاون مع السلطات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي وكذلك اتفاقيات جنيف. واسمح لي أن أنتقل معك إلى الملف الطويل الحقيقة، عشرات السنوات ونحن نناقش بنفس الفكرة ونفس الملف والأزمات الإنسانية داخل هذه الدولة أفغانستان. الكثير من الناس المحتاجين هناك، الكثير من الآلام المتفرقة وللأسباب المتفرقة. كيف تتعاملون مع الشأن الأفغاني؟ أفغانستان هي بلد تعاملنا فيه مع الكثير من الأزمات منذ منتصف الثمانينات. فالمحزن أن نقول أننا نقدم ونوفر الحماية لأجيال من الأفغان، وأحيانا نرى الأجداد الذين نقدم لهم المساعدة بعد تقديم المساعدة لأبنائهم وأحفادهم، فهؤلاء أجيال من الأفغان يحصلون على المساعدات. والوضع الاقتصادي يتهاوى، وما ركزنا عليه منذ شهر أغسطس من عام 2021 هو مسألة، أولا النظام الصحي، فقد دعمنا حوالي 30 مستشفى في أفغانستان من خلال تقديم رواتب الدكاترة والأطباء والممرضين، ونواصل القيام بذلك لأن هذا أمر حيوي بالنسبة للأفغان. وكذلك يشمل عملنا عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة السجناء ونواصل القيام بذلك، كما أننا نحاول بذل قصارى جهدنا لتوفير سبل العيش. كما قلت فإن أجيال تعول على المساعدات الإنسانية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فلدينا مبادرة اقتصادية تدعم الأشخاص للحصول على سبل العيش الخاصة بهم للحصول أيضا على كرامتهم. هذه هي أولوياتنا، ولكن ينبغي أن نقول أننا نقوم بذلك في ظروف بالغة الصعوبة في أفغانستان، لكننا نظل ملتزمين بمساعدة الأفغان. موضوع المرأة في أفغانستان أيضا موضوع حساس، حرمانها من الدراسة، حرمانها من التعليم ومن العمل. لكم أي دور على هذا الصعيد؟
لقد عبرنا عن قلقنا بعد القرارات التي اتخذت في أعقاب شهر ديسمبر من العام الماضي، وما قمنا به هو أننا تعاوننا مع السلطات في أفغانستان لضمان أن كافة الموظفات يمكن لهن أن تواصلن عملهن كما فعلتنا من قبل، وهذا ما هو عليه الحال. ومن جانب آخر نحن نحرص على ضمان أن في المستشفيات التي ندعمها وأن في المدارس التدريب الطبي التي نمولها أن يكون هناك نساء أيضا يعملن في هذه المؤسسات، لأنهم هذا أمر مهم لمستقبل أفغانستان، كما أنها مسألة أساسية إذا راغبنا في التعاون أو التعامل مع الجامعة بطريقة تستند إلى الاحتياجات، ليس إلا في الكثير من الفتيات وكبيرات السن لديهن احتياجات وهن تحتاج لمساعدات طبية من قبل النساء. إذن نحن تعاوننا مع السلطات ونواصل ذلك لضمان أن يظل الأمر كذلك. تتجاوب معكم؟ السلطات تتجاوب معكم؟ في الحوار الذي نجريه استطعنا أن نواصل العمل مع كافة موظفاتنا اللائلة يزلن يعملن معنا حتى الآن، وقد شهدنا أيضا أنه قدر المستطاع فإن في المستشفيات والقطاع الصحي الأمر لا يزال كذلك، وهذا ما نقوم به بطريقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نحن نتبنى حوار بناء وسر مع كافة الأطراف المعنية، وهذه طريقة عملنا في العالم بأسره. نقوم بالعمل بشكل سري لضمان أننا نواصل عملنا الإنساني وكذلك لنحمي قدر المستطاع المدنيين. ألف شكر لك السيد جيل كاربونيه نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مشاركتك معنا في هذا الجزء من البعد الآخر، شكرا جزيلا لك. وبعد الفاصل أتحدث وإياكم إلى رئيس صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي، ابقوا معنا. أهلا بكم معنا من جديد مشاهدينا الكرام، ونخصص هذا الجزء للعمل الإنساني في فلسطين. واسمحوا لي أن أستضيف رئيس منظمة إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي. ستيف كان صحفيا أمريكيا بارزا قرر أن يكرس حياته لأطفال فلسطين وأسس هذه المنظمة قبل عقود. ليس هذا فقط ستيف، لكن أعتقد أيضا أنه علاقتك بفلسطين تتعدى ذلك. ما هي علاقتك، سر علاقتك بفلسطين؟ I first went to Palestine during the first intifada. As a student, I got to go. لقد ذهبت إلى فلسطين خلال الانتفاضة الأولى بصفة طالبا. حصلت وقتها على فرصة أن أكون ضمن بعثة حقوقية إلى جانب طلبة آخرين لأعاين بنفسي الوضع في الضفة الغربية وغزة. كانوا عرضة للقتل والسجن، وكانت منازلهم عرضة للتدمير، ولكن في نفس الوقت كانوا أناسا شجعانا جدا وبصفة أثارتني، حيث أنهم كانوا على درجة كبيرة من الإنسانية، بما جعلني مرتبطا جدا بهم على مستوى إنساني بحت. لقد شعرت بصفتي أمريكيا وبدرجة قوية بأنه علي واجب ومسؤولية دعم الشعب الفلسطيني. وعندما عدت لاحقا وأصبحت صحفيا وأتولى تغطية الانتفاضة، قابلت أطفالا أصيبوا، ومنهم من فقدوا رجولهم وكانوا بحاجة إلى الرعاية الطبية. بدأت بنقلهم إلى مستشفيات أمريكية بالمجان. لقد وفرنا ذلك لأكثر من 2000 طفل من فلسطين، ولكن أيضا من سوريا والعراق ومن لبنان، ولأن نظهر لهم أننا نهتم لأمرهم وأننا نحب أطفال فلسطين وأنهم غير منسيين. وكنت متزوج بفلسطينية. كنت متزوجا من هدى المصري، والدها من القدس ووالدتها من رام الله. كنت أول أمريكي يتزوج لاجئة فلسطينية داخل فلسطين أثناء الانتفاضة. كنا متزوجين لمدة 17 عاما، ثم توفيت عام 2009 بالسرطان.
متأسفة لسماع هذا الخبر، لكن دعنا نتحدث قليلا بشوية تفاؤل. أنت موجود الآن في الخليج لإطلاق مبادرة جديدة لدعم أطفال فلسطين، حدثني عن هذه المبادرة. So I've been coming to the Gulf area for over 25 years to Dubai. أنا آتي لمنطقة الخليج منذ 25 عاما، آتي إلى دبي وكل الإمارات العربية المتحدة، للكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. على مدى ربع قرن وبفضل الدعم الذي تلقيناه من هذه المنطقة من كل الجنسيات بمن فيهم الإماراتيون والكويتيون والسعوديون، أنشأنا أقسام سرطان وعناية مركزة وأنقذنا حياة عشرات الآلاف من الأطفال. فقط مؤخرا في رام الله أنهينا بناء مركز عناية مركزة مخصصا للأطفال بفضل تبرع من أسرة كويتية، والعام الماضي بنينا أيضا مركزا مماثلا مخصصا للرضع في مستشفى جنين بفضل أسرة إماراتية. وأنا هنا من أجل استمرار تدفق الدعم، لأن الحاجة في فلسطين تتجاوز مواردنا، ونحن نؤمن بأن توحيد الناس وأظهار قيمة العمل الذي سيتم القيام به وأن حاجاتنا تحتاج إليهم، وهم سيتجاوبون معنا وسيساعدوننا. لو تخبرنا عن الوضع في فلسطين، خاصة أنك يعني تعيش في رام الله وتتنقل من رام الله بعد تجدد العنف، خبرنا عن الوضع هناك. أنا أقيم وأعمل في فلسطين على مدى أكثر من 30 عاما، على مدى الانتفاضات وجل دورات العنف التي شهدتها المنطقة، والأزمة الحالية تعد من الأسوأ. إنها كذلك ليس فقط لأن الفلسطينيين ما زالوا يموتون يوميا وما زالت أراضيهم تنتزع منهم يوميا، ولكن أيضا وأساسا لغياب الأمل والأفق الآن على مستوى سياسي، سواء دوليا أو حتى من داخل الحكومة الإسرائيلية بل وحتى الفلسطيني. ولذلك فإن الحاجة إلى منظمات مثلنا تهتم بحاجات الناس وتساعدهم على شؤونهم الحياتية واليومية والضرورية تبدو ألح وأكثر ضرورية من أي وقت مضى. ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم في عملكم؟ We face a variety of difficulties. Of course, the most important was. نواجه الكثير من الصعوبات، وأولها أن حاجات الناس الذين نهتم بهم تفوق طاقتنا ومواردنا، مثلما شرحت ذلك. ما عنيته بذلك هو أن هناك آلاف الأطفال في الضفة الغربية، بل عشرات الآلاف، بل ربما الملايين، لهم حاجات مختلفة. في نفس الوقت يوجد في أنحاء أخرى من العالم ثروات كبيرة وموارد عظيمة. ووفقا لخبرتنا فأن الناس في هذه المنطقة تحديدا يرغبون بالقيام بأعمال الخير، لذلك ما نرغب به هو ربط الصلة بين أصحاب الخير ومن هم محتاجون له، بنقل الموارد من هذه المنطقة ومن أمريكا الشمالية، لأننا منظمة أمريكية، وترجمة ذلك ضمن مبادرات وبرامج تنقذ حياة الأطفال. هناك عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين كما تعلم موجودين في الأردن، في لبنان، في سوريا، في العراق، في مناطق مختلفة بسبب عملية التهجير. هل هؤلاء يشملهم عمل منظمتكم أيضا، ولا تركزون فقط على الأطفال داخل فلسطين؟ They are included in our programs as a humanitarian. إنهم مشمولون ببرامجنا، ففي منظمتنا ومنظمات أخرى نحن لا نميز المشمولين بنشاطنا وفقا للغة أو العرق أو الدين أو اللون أو الجنسية. أي طفل يحتاج، سواء كان لبنانيا، أردنيا، فلسطينيا، عراقيا، سواء كان شيعيا أو سنيا، مسيحيا أو مسلما، تساعده منظمتنا وفقا لحاجته لا هويته أو جنسيته. وقد ساعدنا الكثيرين من الأطفال، ليس فقط الفلسطينيين بل من العراق وسوريا ولبنان والأردن وحتى مصر ودول أخرى. لا تشمل فقط الأطفال الفلسطينيين، إنما الأطفال في أي مكان آخر. Yes, we include children of all nationalities. نعم، نشاطنا يشمل الأطفال من كل الجنسيات والخلفيات. بالطبع لدينا موارد محدودة، ونحن نرى الآن هذه المأساة في تركيا وسوريا، ونأمل لو كان لدينا الموارد الكافية مثل تلك التي تتوفر للأمم المتحدة بما يسمح لنا بالاستجابة والتحرك للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ.
لو تحدثني عن خططكم المستقبلية مستقبلا، كيف ترون منظمتكم؟ ماذا تريدون؟ ما هو الهدف الذي تريدون تحقيقه؟ منظمتنا مهيكلة الآن لتحديد حاجيات أطفال فلسطين وأيضا منطقة الشرق الأوسط مثل ما شرحنا ذلك من قبل. لقد دأبنا على القيام بذلك منذ 30 عاما. ستطلق منظمتنا برامج أخرى وستستمر في تنفيذ برامجها الحالية على الأرض لسد حاجة الناس. لقد وفرنا مراكز عناية من السرطان عندما لم تكن الضفة الغربية تتوفر ولو على مركز وحيد من هذا النوع. لقد بنينا 2 بفضل تبرعات من مختلف أنحاء العالم. بنينا مراكز عناية مركزة ومراكز قلب. لقد أنشأنا شبكة من مئات المتطوعين الطبيين في عام واحد، وفي ذلك العام أطلقنا 150 مهمة طبية وتمريضية من متطوعين من فرنسا وألمانيا وأمريكا ونيوزيلند واليابان وغيرها، عرب وغير عرب، كلهم ساعدوا آلاف الأطفال بظروف صحية مختلفة. سنستمر في تنمية وتوسيع برامجنا ومساعدة شرائح أكثر من الأطفال وإنقاذ مزيد من الحيوات ونقل مزيد من الأطفال للخارج للعلاج بتوحيد جهود الناس. فعندما يكون طفل بحاجة إلى المساعدة لا يوجد أي معنى لأن تكون فلسطينيا أو أمريكيا أو إماراتيا. نحن كلنا بشر، لا يوجد مسلم أو مسيحي. عندما يكون هناك طفل يتألم بحاجة إلى عملية جراحية أو تدخل طبي، ينبغي أن نتذكر دوما أننا كلنا إنسان، وينبغي أن نساعد بعضنا البعض بأقصى ما يمكن من اللطف والخير والعطف والحنان، وأن نعمل على مداواة بعضنا البعض. هذا هو الطريق الوحيد للبقاء ولحصول الشعب الفلسطيني على حريته. ونحن معكم، كل أمنيات التوفيق سيد ستيف سوسيبي. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر. يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب، كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست. إلى اللقاء.